سمعكم مقطع من غنية اسمها سألوني الناس. هالغنية اشتركي وفيت اللي رحبني. انا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز رح تغنيها. تكون هالاغنية اللي بتغنيها فيروز، نظمها منصور، اوركستريشن الياس، ولحنها زياد ابن فيروز. شو بتكون؟ نسمع اذا بمهكت الاغنية اللي اشتغلوا فيها العائلة الرحبانية بكاملها. نسمع مطلع وثياب جامبيير. طبعا ما رح نسمع كل الاغنية، بنسمع مطلع منها. وموعدنا مع المحطة، تنروح كلنا سوا على المحطة في 27 شباط على مسرح البيكاديلي. الله اهلا وسهلا. كتبوا المكاتيب واخد الهوى بيعز علي. غني يا حبيبي ولا اول مره ما منكن سوا. سالوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى بيعز علي. غني يا حبيبي ولا اول